السلام عليكم ورحمة الله. محرم ماسم പിറന്നാൾ അതായത് ഹിജറ വർഷാരംഭത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടതായ ഒരു ദുആ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വലാത്തൻ തംലഉ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد أقبل، أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مون براوشم جلوغا.